تعرض لها المهنه وجات حلول لها ويسهل لها في جميع المراكز او المراكز التدريبيه بما قامت به. تم تخصيص هذا اليوم اللي قامت الاحتفاليه لخلالها ندوه حواريه العلميه والخاصه التي تصاحبه في اعداد بعض المقترحات واعداد عنوان الندوه اللي هو العلاج الطبيعي مهنه المستقبل. فمن العنوان نفهم ان ما دام مهنه مستقبل فلازم نديروا لها بنيه تحتيه جيده ممتازه بدون مشاكل بدون عراقيل. فلما ناقشنا مجموعه من الاخصائيين واصحاب المهنه لقينا في عندنا شويه عراقيل ونقاط في التعليم العالي، التعليم التقني والصحه. فدرنا ندوه هذه ودعيناهم ان شاء الله يكونوا من الحاضرين لمناقشه هذه المشاكل والعراقيل باش نحاولوا كيف نطوروا مهنتنا من الناحيه التعليميه اللي هي الاقسام الكليات والمعاهد، ومن ناحيه مهنيه اللي هي اقسام العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات، وكلهم مدعوين للحضور. وان شاء الله ان الندوه هذه تجيب نتيجه ونحطوا او نعملوا بنيه تحتيه جيده بالانطلاق في المستقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارحب بالموجودين كل مشاكل مهمه اكيد حتحل الكثير او تقدم الكثير من الخدمات. تمام، درهوني اللي هي مستشارة وزير الصحة، وزير الصحة. نشوف فيها مشاكل العلاج الطبيعي من الناحية التعليمية ومن الناحية اليوم دايرين احتفالية بسيطة يتخلل الاحتفال هو عبارة على ندوة يتخللها حوار خاص ببعض النقاط المهمة للرفع من كفاءة المهنة والمهنيين من ناحية التعليم والتدريب، كذلك من ناحية المسمى الوظيفي والقانون الذي نوعا ما نعتبره مجحف في التسمية الوظيفية بالنسبة للخريجين والمهنيين الموجودين في المستشفيات بشكل عام أو حتى المجمعات الصحية. هو خدمات وظيفية تقدم للجميع، فشكرا للدعوة ونتمنى لكم التوفيق ونشكر الحضور على مشارك كمستشار عام يعني لمنظمة في دور وقائي، دور علاجي ودور تأهيلي، وهذه ممكن ميزة أو خارج السيادة اللي ما تخدمش خارج ولا تخدم مجموعة أفراد أو منطقة بحد ذاتها، لا تخدم مهنة على بيت ياخذ في موضوع معين ويحطها كبرنامج للسنة. السنة الماضية كان على موضوع الأوستيوبروسيس أو هشاشة العظام، السنة هذه على علاج الأشخاص وقاية وعلاج الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بشكل عام. يساعدونا حتى نوضع النقاط على الحروف بحيث أن نوصلوا لحل.